السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل الحضور الكريم وتحية للمنابر الإعلامية اللي حاضرة معنا. تحية لكل أصوات الحق واللي كنتمنى أنها توصل الحقيقة كما هي. عافاكم ما شوية تطلع. فسعيدة شرف كي كتعرفوا هذا المجال الفني وفي الميدان الفني. فخرجاتي دائما اما كتكون بسبب اغنيه جديده ولا شي عمل فني، ولكن اليوم الخرجه ديالي مجبر اخاك لا بطل. علاش مجبر اخاك لا بطل؟ وكلكم كتعرفوا المعنى ديال هذه الكلمه. مؤخرا كانت واحد الخرجه، عفاكم شوفوا لو كيف يعني ركزوا معايا باش نمشيو ايطاب باش ما يكونش مغالطات وباش ما يكون حتى شي حاجه، باش كلشي يوصل للمتلقي والناس، لانه نتوما هما الصوت وانتوما هما العينين ديال هاد الناس اللي غتوصلوا للحقيقه. فسعيده شرف ما اختارت ودارت خرجه سعيدة شرف. كيف قلت لكم دائما كتعرفوها بخرجاتها كتكون اما على اغنيه جديده ولا شي حاجه، ولكن اليوم في الخرجه الاخيره ديال الطرف الاخر او الفنانه كيف تابعتوه كاملين، هادشي ما كنقولوش انا، تابعتوه كاملين، كان فيه تسريب ديال واحد المغالطات وتسريب ديال واحد ما نسمي، انا نقدر نقول اكاذيب. انا راه جايه هنايا ماشي عاجبني الحال ولا فرحانه ولا كنشمت ولا راني سافر، راني في موقع قوه كنقول راني انا زعما انا راه بحال القضيه زعما راه جايه زعما راه بغيت نتبورد ولا باغي نبان ولا كنحاول نهضر بهاد اللهجه باش يفهمها الجميع، ما غنبداش نهضر بلغه الثقافه وداك الشيء لانه غادي يقول لك هذه راه جات لي تبان ولا. فانا كنتكلم في هذا الموضوع لانه الخرجه الاخيره بالنسبه لي المغالطات اللي كانت فيها كانت قاصحه وصعيبه. الفنانه من حقها تخرج الخرجه اللي بغات، ومن حقها تستعطف بالطريقه اللي بغات، ومن حقها تتكلم بالطريقه اللي بغات، حسابها الرسمي هذاك وتتكلم مع الناس ديالها كي بغات وعلى اي حاجه اخرى، هذا حقها ما كان منعها حتى شي واحد وماشي شغلي. ولكن اللي ماشي من حق الانسان هو يمرر اكاذيب ويمرر حقائق اللي كاينه مثبته في تحريات رسميه ومثبته عند القانون، وكذلك يخرج بحقي مغالطات اللي كثيره وكثيره بزاف واللي ضرتني. حيت في الاول قبل ما نهضر معاكم كتهضر معاكم سعيده شرف الفنانه، وكتهضر معاكم كذلك سعيده شرف الام. كنعرف كتعرفوا كلكم انني ام ثلاثه ديال الاطفال، فانا ما جيتش بامكاني نخرج انا ونبكي وندير، ولكن انا اليوم جيت اختاريت واحد الطريق اللي هو حداتي وحضاري. شنو هو؟ هو انني ما نخرجش بلايف. علاش؟ لانه انا ما كنعرفش ندير لايف، انا ما مالفاش بداك الشيء السوشيال ميديا، ولكن اختاريت اليوم نخرج عن طريق الصحافه عن طريق الاعلام. علاش؟ باش كل واحد فيكم يكون عنده الحق انه يسولني، باش كل واحد فيكم بغى يعرف الحقيقه من حقه، ما غاديش انا نتخبى ورا لايف وغادي نسالي ونمشي. لا، درت ندوه بحكم انه تكوين الاعلامي، ودرت ندوه بحكم انها هي الطريقه اللي صحيحه. انا غادي نبدا معكم الموضوع من الاول وغنعاود لكم بحال الحكايه، ولكن بعجاله بالزربه. حساب الاجرامي المسمى بحمزه مومبيبي، عارفينو كيفاش دار ولا ما عارفينوش؟ كاينين بزاف اللي ما عارفينش، كاينين بزاف اللي عارفين. انا غنقول لكم سطر ولا جوج. 2017 كان الحساب ديال واحد السيده سميتها سهام باده، وهي ملقبه بسلطانه. هاد السيده كان عندها حساب سناب، فناضت شي وحده من 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 هاد يعني ناضت وحده ولا هاد الناس اللي دايرين هاد العمل الاجرامي. شنو داروا؟ هكروا لها التليفون ديالها. ملي اخترقوا لها التليفون ديالها هزوا جميع الاسرار ديالها وحطوها ليها في سناب، ومن بعد سماوه حمزه مومبيبي. من بعد سيمانه اسبوع هذيك سهام باتا رجعت الحساب ديالها، وهما داروا حساب جديد،
واش في خباركم عمركم سولتوا راسكم شكون اللي دار الاشهار للحساب الاجرامي حمزه من بيبي؟ شكون اللي دار الاشهار الاول؟ يلا هو اخت الفنانه، خرجتي درتي لي الاشهار وخرجتو كتشيدو بيه وفرحانين بيه، تابونا من عندها راه دار حساب جديد فرحانين بالاجرام. ما يمكنش هاد الحساب اللي دمر حياه ناس وشرد ناس وكانوا غيحرقوا راسهم ناس وبزاف وبزاف. فمن خلال هادشي كامل اللي بغيت نقول لكم وفي هاد القصه كانت كذلك حكايتي انا، حكايه سعيده شرف. وصل يوم الخطبه ديالي، كلكم عرفتوا نهار تخطبت انا درت حفله على قدي ودرتها في داري، ما درتهاش في قاعه. صحيح ان الفنانه عرضت عليا في الاسبوع ديال بنتها عن طريق السيده صديقه ديالي، يعني ما عرضتش عليا يوم بلاص، ولكن انا درت حفله في داري، جاوا الناس المقربين مني واللي كيجيو عندي لداري. انا ما عمري مشيت عند دارها ولا جات عندي لداري، فطبيعي غنعرض على الناس اللي قراب مني. وقلت غادي ندير حفله زفاف وغنعرض على الفنانين كاملين، بحكم انه كانت عندها كنجوم كهرب بينها وبين سلمى رشيد وما بين ابتسام تيسكات، كان عليا نعرض عليهم كاملين. فلذلك انا قلت الا عرضت عليهم كاملين غادي تنوض عندي شي مشكل في الدار، نخلي حتى القاعه ونعرض عليهم كاملين. متبعين معايا؟ فاذا بنفس الليله ديال الخطبه ديالي كنلقى الفنانه حاطه في الستوري ديالها كبرنا بكم ودرنا لكم وفعلنا لكم وانتم، يعني كتلمح عليا. دوزتها وشربت عليها جرما دما ماشي مشكل. مع الصباح لا غد ليه لقيت راسي في حساب حمزه منبيري، هاد الحساب الاجرامي اللي نزل عليا ولا كيفطرني ويغديني ويعشيني بالتشهير بالتهديدات بالسب بالقتل بالتنمر شتى انواع اللي كتخيلوا في راسكم. كذلك انا ام وعندي جوج وليدات ديك الساعات، من وراها تخطبت كزواجي الاول. من زواجي الاول كان عندي جوج وليدات كلكم كتعرفوا، ما كنخبع والو على الناس. وكنت يلاه تزوجت الزواج الثاني، بداو كيدخلوا في العرض ديالي، بداو كيحطوا عليا اشياء ما كيقدرش. مي في القبر جبدوها، مي في القبر ميته، والاب ديالي في القبر جبدوه، ما خلاو حتى شي حاجه ما حطوها. هادشي كله كتعرفوه وكل شيء كان كيعرف. اللي جبد الفنانه ولا تخاصم معاه كيلقى راسو الصباح في الحساب الاجرامي. خاصكم تعرفوا هاد الحساب شنو دار من بعد انايا. حطوا هما هاد الحساب، حطوا الناس ديال المركز الوطني لحقوق الانسان، شكاو بيهم مشاو يا ربي هاد الحساب الوطني لحقوق الانسان. ملي شهر به هاد الحساب الاجرامي السيد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان مشى دار شكايه، اعضاء ديال المركز الوطني لحقوق الانسان داروا شكايه، كانوا ضحايا. من بين هاد الضحايا كانت سعيده شرف، حطوني لانه ديال الحقوق الوطني لمركز المركز الوطني لحقوق الانسان ديالنا كاملين. فانا مشيت عند الفرقه الوطنيه عيطوا لي، كنت في الشمال. انتم في نظركم ملي كتعيط الفرقه الوطنيه او البوليس كيديروا لكم محضر استماع ولا ما كيديروش؟ كيديروا محضر استماع. فالفنانه جبدات واحد الورقه قدامكم ودارتها ياك وقالت لكم شوفوا راه سعيده داعياني. هذا كان محضر استماع كضحيه في الشكايه اللي دار المركز الوطني لحقوق الانسان، واي كلمه كنقولها وانتم عارفين انني قدها، واي كلمه كنتحمل العواقب ديالها والمسؤوليه ديالها، لانني عارفه القانون وعارفه شنو التبعات ديالو. فمن خلال هذا الشيء عافاكم الموسيقى. فعند الفرقه الوطنيه استمعوا لي ومشيت بحالي. هذا الحساب بقى غادي، بقى غادي وزايد، غادي وزايد، غادي وزايد، غادي وزايد، غادي كي اش كيدير؟ كيشهروا بالناس ولا كيبتزوا الناس ولا كيبتزوا صحاب المحلات اللي عنده شي محل اللي ما اللي طبيب اللي هذا، ولا كيحطوا له داكشي ديالو. ما بقاش غير حساب لتسويه الحسابات الشخصيه،
ولاو دايرينهم تجاره. فانا طبيعي مشيت بحالي وليت مراقبه، وكلت امري لله وجلست كنتصور. انا دابا هذه الحكايه ديال حمزه مون بيبي، وحتى كيفاش ذكرني انا علاش درت هذا التفسير مبسط وما بغيتش نبقى نقرا باللغه ديال الاوراق وداك الشيء باش ما تقولوش كتستعرض ولا كتقول لينا. وكنفسر الناس اللي عارفين وما عارفينش حكايه حمزه مون بيبي. دابا غندخل معاكم اللايف ديال الفنان. النقط انتم عارفينهم اللي هضرات عليهم ياك، كلكم متابعينه. في نظركم اول نقطه هضرات عليها شنو هي؟ كانت شكايه. جبدات ورقه وقالت لكم هذه شكايه. دابا انا قدامكم كاملين، انا ماشي مسؤوله على انك ما تفرقيش، كان هذا الخطاب للفنانه، انا ماشي مسؤوله انك ما كتفرقيش بين محضر استماع وبين شكايه. والحاجه الثانيه وهي الاقوى، وكنشاهدكم كاملين، وكنشاهد الراي العام، وكنشاهد الناس، وكنشاهد الله قبل كل شيء. الا كانت سعيده شرف دايره شكايه بالفنانه واللي هي الطرف الاخر، فانا كنتنازل عليها قدامكم. واش بغيتوا قوه من هذا الكلام؟ انت خرجتي وقلتي بانني درت شكايه. خرجتي قلتي درت شكايه، انا كنقول لك قدام الناس، واش كاين قوه من هذا الشيء الناس؟ خرجي قولي للناس وقولي للراي العام والاعلام، قولي لهم عافاكم، اعطيهم رقم الشكايه، واعطيهم الاستاذ اللي كينوب عليك، واعطيهم الملف بالرقم عدد كذا، واعطيهم هنا محكمه، واعطيهم هنا بلاصه ياك، ووريهم هذه الشكايه المباشره اللي قلتي درت بك، وانا قدام هاد الناس، قدام الراي الاعلام، الراي العام، قدام الاعلام، قدام اللي كيشاهدونا وطنيا وعربيا والعالم. انا سعيده شرف كنتنازل على الشكايه المباشره اللي قالت لكم درت بها بخصوص حمزه، بخصوص هذا الملف، بخصوص هذه القضيه، وهذيك الورقه اللي وراتكم، انا كنتحدى انه تكون هذيك شكايه. لا راه ما يمكنش، هنا راه غيكونوا ادله، ما يمكنش غيتطفى. حيت سعيده لا هضرات بوحدها تبقى هضره، لا. وبخصوص الاشاده، انتم في نظركم ملي كتشيدوا بواحد الحساب اجرامي، باش ما نناقش الموضوع، موضوع الشكايه، الشكايه المباشره شكون اللي دارها بالاخر؟ الا عارفين شكون اللي دار الشكايه بالاخر؟ هي اللي دارت بيا الشكايه، وشكايه مباشره، وحطاتها عندها ايبانكلي في الانستغرام. واخا باقي ما تبلغتش، وحتى لا تبلغت مرحبا، لانه هذا اجراء قانوني وهذا حق. ماشي كتبوا لي راك هاربه، كتبت لي راك هاربه من التبليغ. انا الان دايره ندوه، وعلنت على التاريخ، وعلنت على الموعد، وعلنت على المكان، وعلنت على الزمان. اللي خايف ما كيعطيش هذه المعطيات راه يقدر العون القضائي في اي لحظه يدخل يبلغني مرحبا به. كاينه ولا لا؟ ها؟ الهرب ما كيبانش مباشره للناس، وكيعطيهم المكان فين كاين، يعطيهم لوكاليزاسيون والساعه والمكان. فباش ما ندوش الموضوع عافاكم، وعاد زايد انه مبلغاني في السطور، يعني عمركم شفتوا التبليغ في السطور؟ واش على طريق مفوض قضائي ولا على طريق سطوري؟ ها انا بلغتك بوسيري عندك، ما تمشيش غدا. لهنا زعما هذا اخر ما كاين، حنا نخليو المحكمه ونديرو حنا خدمة العون القضائي، ونديرو خدمة المحامي، ونديرو خدمة القاضي. مايمكنش، كضري راسك، راه خاصكم تعرفوا، راه عدوها ماشي أنا، راه عدوها راسها ملي كدير هادشي براسها. وباقي كنعاودها وكنقولكم أقسم بالله العظيم وراس ولادي، يا ما بغيتك تدخلي للحبس ولا أنا شمتانة. أنا واحد الإنسانة، أنا واحد الإنسانة مشيت استمعوا ليا في أقوالي، عيطوا ليا الفرقة الوطنية وكحزت الله ملي عرفوا شكون انا، يعني الشكايه كانت بحساب، وتحداك تلقيني شكيت. فملي لقاو هاد الناس هاد الشكايه وعرفوا شكون اللي من وراها،
خاصكم تعرفوا الادله ما كانتش غير هكا. انا غنجيكم النقطه الاخرى، ولكن قبل منها غنوريكم هذه الاشاده، الاشاده بهذا الحساب. اعطيني بي واحد عندك كيقولوا بانه ما عندهم حتى علاقه به. بلاتي انتم اسمع، انا الشكوك ديالي عند الفرقه الوطنيه منين كانت؟ منين؟ من هذاك اللقاء اللي كان هي وهذاك اللي في امريكا اللي هو السيمو بالباشي. كاينه عندها الدواسار، عندها بزاف د الحوايج، ولكن بناء على هذا الشيء الادله كاينه بزاف كثيره، غنوريكم غير جوج منهم هنا. علاش انا، وهذا حقي، علاش انا عند الفرقه الوطنيه ملي سولوني من حقي يسولوني، لانه ديك الشكوك ماشي جاتو تكونات. انا هضرت معاك، انا حطيت الخطبه ديالي في الليل، درتي لي ستوري، صبحت عندك في حمزه مون بيبي، نزلتو عليا، نزلتو. اختك كتخرج كتشيد به، فرحانه به، وانتيا كتقولي كيعجبك. واش كاين شي واحد كيجيد بحساب اجرامي؟ واخا هو راه اجرامي عالم افتراضي، ولكن راه كيضر. قولوا لي واش ما كانوش الناس خايفين؟ لا تحط حمزه مون بيبي ما كيبقاش يهضروا معاه، ياك؟ علاش؟ حيت كيقول لك حتى حنا غيجمعونا معاه. فانا الان، انا دابا بعد قليل غادي نحط لكم الادله ديال الشكوك ديالي منين جات، وغادي نمشي معكم للنقطه الثانيه من وراء الشكاية. الشكاية شنو قلنا فيها؟ حيت أنا غنجاوبها على كل حاجة. الشكاية شنو قالت لكم سعيدة شرف؟ قالت لكم إلا أنا درت بها شكاية، كانت نازل عليها أمام الله وأمام الشعب المغربي وأمام العالم، أنا إلا لقاوني، إلا لقيتوني يا الناس ويا المنابر الإعلامية ويا كلشي، غنهضر معاها بالخشيبات، إلا لقيتوني فهاد الشكاية اللي قالت لكم الفنانة أنني درت بها، فكانت نازل عليها جملة. ولو كان كانت شكاية كون حطات، هي حطات شكاية باقا كاع ما دارتش، شكاية باقا ما تبلغتش بها حطاتها. نتوما في نظركم كيف كتعرفوها هي غتكون عندها الشكاية وغتخليها؟ شوما ما كنخرجوش نضحكوا على الرأي العام ونقولوا لهم لا راه هذه ما تخسريش صورتي أنا قدام الناس، حتى لو كانوا الفانز ديالك. عرفت انا الفانز ديالك راه غيتيقوك وغيبغيوك، ظالمه ولا مظلومه، ولكن ما تضريش هاد السيده، حيت انا عندي ولاد، حيت انا عندي اسره، راه انا اللي ضريت، انا اللي ضحيه، انا اللي استمعت لي الفرقه الوطنيه كضحيه. كنعاودها المره الالف، ما شكيتش به، الشكايه كانت بحساب ودارها المركز الوطني لحقوق الانسان. اذا النقطة الأولى واضحة، إلا تلقات الشكاية قول لها تخرج وتكذبني، إلا كانت الشكاية عند الفنانة قولوا لها وصلوا لهاد المعلومة طاقيوها ولا اللي بغيتو، وأنا متأكدة أنها متبعة اللايف، وأنت كتشوفيني دابا. أنا كنطالبك كمواطنة بنت بلادك وكإنسانة ضرات، كنطالبك تخرجي عند الناس وقولي لهم ها هي الشكاية اللي دارت بيا سعيدة شرف وكذبيني. انا كنتمنى من الله انك تكذبيني، غير خرج قولي لهم راه كذابه وحطي هذيك الشكايه، حطي شكايه مباشره بحال اللي حطيتي عندك ايبانجلي، حطيها بالاسم والتاريخ، حطيها بالمعلومات الكافيه وشكون اللي كينوب عليك. وإلا حطيتيها انا قدام هاد الناس، الا تصابت عليا شكايه فانا اتنازل. كتسمعوني ياك الاخوان؟ هاد النقطة دزناها ديال الشكاية، جوابي باين. دابا غادي ندوزو للنقطة الثانية. دابا لا غنعطيكم كلشي، أنا غن لا ما يمكنش نعطيك الجو، نعطيك كلمة ونمشي، وغنتسمى كنغطي. لا بالنسبة للأدلة كلكم غتحصلوا عليها. أنا الاخوان بعدا غير من اجل تعرفوا واحد النقطه مهمه.
عطيك الميكرو اللي صاحبك. حمزة كتربية لا تشيء فقط. حمزة 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 كتربية لا تشيء. عندكم غير للشفافية الإخوان رأى الصهد ولا بغيتوا غير تكملوا الله يسهل عليكم. عفاكم الاخوان كلكم على راسنا من الفوق وكلكم من حقكم تاخذوا الحقيقه والحقيقه كامله. ولهذا السبب كنخاطبكم كاملين بما انه رفعت السريه على هذا الملف. تعرفوا بانه هذا الملف سالا ياك ملي كيسالي الملف عاد كترفع السريه عليه، فبما انه ترفع السريه عليه فاي حاجه كنحطها هنايا فهي من حقي. انا غنعطيكم انا رجعت معكم من الادله باش ما نبقوش. نوجه تحيه لصاحب الحساب ديال حمزه مولاي، وكنت نقول لك الثمر في هذا الشيء وشكرا حمزه مولاي حيت درتي ليهم ما وقتي لهم الشيء بزاف فراسك. عاودوا عفاك. نوجه تحيه لصاحب الحساب ديال حمزه مولاي، وكنت نقول لك الثمر في هذا الشيء وشكرا حمزه مولاي حيت درتي ليهم كنوجه تحية وكتشيد بالحساب الإجرامي. هذه الأخت ديالك ملي كنشيدوا بالحساب الإجرامي فنحن نشارك جرائمه. شكرا حمزة منبوبين ووتي لهم الشيب الزرق في راسك. كتشكروا لأنه دار هاد الجرائم. القانون المغربي القانون ماشي سايب، راه ما كاين حتى شي دخان بلا عافية. واش أنا هادشي جبتو من عندي؟ هادشي أنا نشراتو بحسابها وكتشيد بيه فرحانة بيه. هادي ختها دابا غنجيولها هي. عطيني ديدو هذاك الانسان اللي هو حمزه المنبابي. بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه، يعني كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس وبزاف ديال الحوايج، ولكن كيعطي الكل دي حق الحق. هذاك الانسان اللي هو حمزه المنبابي. بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه، يعني كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس. من انت حتى توزعي صكوك البراءه؟ كيفاش توزعي صكوك البراءة؟ كيفاش انتي فنانة كبيرة وعندك حساب وعندك متابعين اللي قلتيها كيتيقوا فيهم انتي كتشجعي الإجرام؟ واش كان حساب إجرامي ولا ما كانش؟ كلكم كنتو متابعين. واش ملي أنا غادي نوض كفنانة وغادي نشيد بحساب إجرامي شنو علاش كنقلب؟ شنو معناها؟ أنا مشاركة. واش نتوما بنظركم المجرم مثلا كنعطيو حنا مثال بالقاتل ولا اللي غيذبح؟ واش اللي غيذبح غير هذاك اللي ذبح؟ راه اللي عطاه الموس واللي عاونوه واللي شد له الذبيحه واللي ما نعرف اش كلشي واللي جهز ليه مسرح الجريمه. انا ملي نتا حساب اجرامي وكنعطيك المعلومات ديالنا وكنعطيك انا غنجيكم دابا. بزاف ديال الحوايج ولكن كيعطي الكل دي حق الحق. كيفاش كل هذا الحق الحق؟ حساب اجرامي ولا هو اللي كيعطينا حقنا في بلادنا في المملكه المغربيه ولا حساب اجرامي اللي كيعطينا الحقوق؟
وباقا كنعاودها قدامكم. انا اقسم بالله كل ما طراتنيش الفنانه انه جبدات اسمي وجبداتني انه ظلمتني في هذاك اللايف ما كنتش غادي نجي وما كنتش غندير هذه الخرجه. دائما لم اكن سباقه، عمري ما كنت سباقه، وجيت غير كنشكي كنهضر. غادي ندوز معاكم دابا النقطه الثانيه. شنو هي؟ يا قدامكم قالت لكم انا ما لقى والو في تليفوني، بات التليفون ها كاينه ولا ما كايناش؟ قالت لكم عباد الله انا ما لقاو عندي والو في تليفوني. عفاكم خلينا نركزوا مع الموضوع. كيفاش كتقولي ما لقاو عندك والو في تليفونك؟ انا انا قدامكم الناس السيدة الفنانة كتقول لكم بانه ما لقاو عندها والو في تليفونها، وانا قدامكم قدام الملأ وقدام الرأي العام وقدام هاد المنابر الصادقة اللي قدامي وكنتمنى توصل صوت الحق. خرجي خرجي وكتبي محررات رسمية وقولي بأنه ما لقاوش عندك، قولي بأنه ما لقاوش عندك محادثة خاصة داروها الخبرة التقنية والعلمية، داروها الشرطة الشرطة والفرقة الوطنية. خاصكم تعرفوا الناس بانه الفرقه الوطنيه دارت الخبره. واش كتعرف شنو هو الخبره على الهاتف؟ يعني الحقيقه، يعني في تليفونك الشخصي. انا ملي كنتكلم انا دابا كندافع على راسي، وليت انا اللي ضحيه وليت خارجه كندافع على راسي. علاش؟ باش انتي حيت خرجتي صورتي للناس بانه انا هي حزب شريره ولا ما عرفت شنو. انا بخصوصك انت واستعطافك هذاك حقك، وكنتمنى من الله اي حاجه تطلبيها تتحقق، لانه انا كنعاودها كنقولها هذاك ما كيخصنيش داك الشيء. انا غادي نجي ثاني الوثيقه الاولى ديالي في معش واقفه هنايا. عفاكم وصلنا لواحد النقطه اللي هي مهمه وهي الدليل. خبرة، أنا غادي نوريكم الخبرة اللي دارت على هاتف الفنانة. واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثة خاصة بينها وبين الحساب الإجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي حمزة من بيبي اللي هو الحساب الإجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصورة ديال راجلي ديال من هذه. خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاهاش في تليفونك، ولا خرجتي كذبتيني فانت كتضربي بمحررات رسميه وكتضربي بمحررات ديال الفرقه الوطنيه. شوفوا الموضوع الناس، انا اقسم بالله العظيم كنهضر معاكم وانا في التبوريش. علاش قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات؟ وكيبارك لك، ولكن كنخاطبك كام وكامراه، علاش جبتي تصوير راجلي؟ صورة راجلي اش كدير عندك في الحساب مع الحساب الاجرامي؟ محادثة بيناتهم بغض النظر، ما عرفتش انا هما عارفين المحادثة بيناتهم احسن مني. هذه الخبرة اللي كاينة في الملف. سعيدة اش كاين في المحادثة؟ انا نقول لكم دابا الملف شتو باسم صاحب الجلالة، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ماشي باسم سعيدة، باسم جلالة الملك واي منطق ديال الحكم. كتقولي ما لقاو عندك والو، غنعطيكم المحادثة شنو فيها. شوفوا الصورة ديال الزوج ديالي، كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكن مع الدراري في بيت واحد. اويلي مسكينة ومالا عليها التزويجة، ويا ريتها بقات في التليفون ديالها وديالو. قولوا لي بنت حطات نفس المعلومات بنفس الصورة بنفس هادشي كامل تحط في الحساب الرسمي ديال الحساب الإجرامي، واللي من وراه كان تبعات ما كنعش كنبكي الليل، وليت عايشه بالخوف، عايشه كنشوف اشنو عاوتاني غيصبح عليا. واخا انا حاضيه راسي وحاضيه جلايلي، كنعرف راسي ما كنديرش شي حاجه اللي غتخل بالحياه. وانتم متابعيني من 2016 سنه ديال الضمير،
مولي انا كنتحط بهذه الطريقه علاش؟ علاش شفت به حالات حياه فنانه اخرى علاش؟ شنو درت ليك؟ شنو درت ليك وكتنكري هذا الدليل؟ هذا راه غير دليل واحد عافاكم الاخوان لانه ما بغيتش نبقى الى شوف بغض النظر داك الشيء اللي بقاو عندك الفرقه الوطنيه انا ماشي شغلي. ما كنهضرش على ناس اخرين وما غندافعش على واحد اخر. كل معزه كتعلق من رجلها كاينه؟ فانا هذا الشيء بالاضافه لاش؟ بالاضافه الاعترافات ديالهم على بعضياتهم اللي هما المتهمين اللي كانوا في الملف. وزيد عليهم خاصكم تعرفوا بانه جوج من المتهمين وانتم كتعرفوهم بلا ما نقول الاسماء لانهم دوزوا العقوبه ديالهم الله يغفر لهم انا مسامحه من الدنيا والاخره. السيده اللي جات من لا السيده اللي جات من اللي كانت في البرتغال وجات المطار. السيده اللي كتبع الحوايج انا بدون ما نقول ولكن هذيك شدوها على غفله في المطار ودير على الالكتروني اللي هو الهاكر ديال هذا الحساب الاجرامي حتى هو شدوه على غفله. شنو لقاو عنده؟ حيت هي وختها ملي بغا يمشيو للفرقه الوطنيه هما ماشي غبيات هما تبارك الله بداك الذكاء ماشي غبيات هما فين مشاو؟ غيمشيو غيحيدو ما غيفتحوش الحساب تليفونهم ماشي شو انت غادي عند الفرقه الوطنيه غتمشي تدخل وانت فاتح الحساب في تليفونك لا فملي مشيتو الفرقة الوطنية من 2017 كانوا بزاف ديال الضحايا خاصكم تعرفوا انا راه كانوا بزاف راه من 2017 قولوا لي شكون اول مشتكي كانت سلطانة وكان جواد قنانة قلت راه من 2017 الاخوان الشكايات ديالهم شفتو مشكا ولكن ما بان والو قلت انا غنمشي نشكي ما تسلط العظام ونسكت تعيطوا لي الفرقة الوطنية كما قلت لكم وانا ماشي معكم نقطه بنقطه. فتنا موضوع الشكايه وهضرنا على موضوع الدليل وهذا دليل بين وما تقولوش لي هذه محادثه عاديه انتما بانت لكم هذه المحادثه عاديه مع حساب اجرامي ما قلت لي تحطت هذه المحادثه في الحساب نفس الموضوع انه راه سعيد راجلها ها هو بالصوره وهو فاعل وتارك وكيدير علاش؟ ولدها كيبكي وخلاته طليق ديالها علاش؟ علاش؟ دي هاد الفنة كاش بغيتيني أنا؟ ما سيدي أنا ما كنهضرش على الموضوع الداخل أنا كنهضر على استباحة ديال الحياة الشخصية راجلي أنا باقي كاع ما وريته للناس حطوه قبل مني حطوه قبل مع الصباح أنا باقي كاع ما حطيت ستورية عرسي الخطبة حطوه لا تعاد غنجاوبو على الأسئلة عفاكم كل واحد ضرني راجلي ماشي يوتيوبر ماشي مغني راجلي ماشي ممثل راجلي ماشي باين واش أنا عمري وريت لكم خارجة كنقول لكم ها هو فلان عمرو هضر ما عمرو تكلم ست سنين ولا خمس سنين أنا مزوجة ما عمري قلت هاد الشيء وأنا خاصهم راه باين داك الشيء هو اللي غادي يبان في التهمة حنا جايين كيفاش؟ محضر استماع انا نحط لكم في الصفحه عندي غنحط لكم عندي شوفوا شتي هادشي كامل اللي كنقول لكم لانه رفعت عنه السريه اللي بغى نسخه ديال الملف ها هي باسم جلاله الملك وطبقا للقانون اللي بغى نسخه يقولها لي نعطيه نسخه انا اللي نسخها نعطيها لي ها هي رفعت السريه اللي بغى يقرا الملف كامل وعطيوه لمن بغيت تعطيوه الاحكام راه كتصدر باسم جلاله الملك ماشي باسم سعيده واي حاجه اخرى هي طبقا للقانون وطبقا للمؤسسه القضائيه وليس طبقا لسعيده غنمشي معكم نقطه نقطه عفاكم بالنسبه لهذا الدليل انا عطيتكم واحد قلتكم بالاضافه الى الاعترافات وبالاضافه لذاك الشيء اللي لقاو في التليفونات ديال هذوك الناس اللي شدوهم على غفله وهما الهاكر هذاك الذراع الالكتروني والسيده اللي شدو في المطار لقاو محادثات ولقاو جروبات
ولقاو الفيديوهات ولقاو الاوديوات اللي كيصيفطوا بيناتهم ولقاو الاسماء اللي غادي اللي كيتبقوا عليهم باش يديروا الجريمه. واش مركزين معايا باقيين معاكم؟ اذا حتى هنا مزيان. غنمشي معكم اسيدي النقطه الثالثه، حيت راه قلت لكم انا هنا راه جايه علاش؟ جيت فقط للتوضيح، جيت فقط مضطره، انا ما كنتش غنخرج هاد الخرجه ولا غادي نجي. انتي كتشوفي بيا، انتي اللي خرجتيني وانتي اللي جبتيني هنا، كل ما جبدتينيش واستعطبتي بالطريقه اللي بغيتي انا معاك ندعي ربي، ولكن باش تجيبيني انا هنا تلمعي الصوره ديالك وتخسري صورتي عند الناس، لا ما يمكنش. وتقولي حق، وتقولي قولي حقيقه، خرجي قولي الحقيقه مرحبا. فانا كنتحداها اللي قالت لكم ما لقاو والو في تليفونها تخرج وتقول لكم هذا الشيء ما لقاوش في تليفونها وفي حسابها الرسمي الموثق بينها وبين الحساب الاجرامي اللي هو حمزه مبين. غنمشيو دابا من هذه النقطه، دابا غنمشيو للنقطه الثالثه. وشنو هي قالت لكم؟ قالت لكم عطيني عافاك ديك اسمعوا هذا دليل. كتقول لكم انه ما عندها حتى شي علاقه بالحساب والقانون براءه. نعود امام الملا ليس بين اي صلة لا من قريب ولا من بعيد مع هذا الحساب. انا واختي شاء ما شاء وكريم الكريم، وانا كل ثقه بالقضاء الشرعي لانه ثقه باذن الله. نعود امام الملا ليس بين اي صله لا من قريب ولا من بعيد مع هذا الاحساس. انا واختي شاء ما شاء وكريم الكريم، وانا كل ثقه بالقضاء الشرعي لانه ثقه باذن الله. هي تنفي جمله وتفصيلا اي علاقه لها، وكتقول لكم بانها تحكمت باش تحكمت بالبراءه. قالتها لكم ولا لا؟ قالت لكم كنشكر القضاء المغربي انه نصفني وبرأني. اللايف ديالها راه كاين في الصفحه ديالها ياك. واش قالت هذا الكلام ولا لا؟ قالتو قالت لكم كنشكر القضاء المغربي انه نصفني. هذا الشيء اللي عندي هنا. انا عاوز امام الملا ليس بين اي صله لا من قريب ولا من بعيد مع هذا الحساب. انا واختي شاء ما شاء وكريم الكريم، وانا كل ثقه بالقضاء المغربي انه نصفني. هنا تقول صحيح. هنا تقول بانه طفل هذا عبد الحسن، هنا تقول بانه عندها ثقه في القضاء المغربي وبانها بريئه. انت يا الفنانه ديالنا كتقولي بانك بريئه، بريئه من ماذا؟ لانه انا قدامكم كتعرفوا المسطره القانونيه فاش كتدوز ياك اخوان. عافاكم معايا الله يحفظكم، ركزوا. المسطره القانونيه كدوز من الاستدعاء حتى النقد، كيكون استدعاء كدوز عند الفرقه الوطنيه، كيكون كدوز عند قاضي التحقيق، كدوز عند وكيل الملك، وكيل الملك عند قاضي التحقيق، وكيدوزو في تحقيق تمهيدي، وكندوزو في تحقيق تفصيلي، وكندوزو في المحكمه الابتدائيه، وكندوزو في الاستئنافيه، ومن بعد كندوزو للنقد. عاد كندوزو للنقد. دابا هاد مراحل عافاكم الاخوان، دابا هاد المراحل ديال التقاضي كامله انت كتقولي بانك تبرأتي فيها وخرجتي في اللايف ديالك غير يومين ولا ثلاثه دابا ياك، ها؟ وقالت لكم انا كنبرأ نفسي، انا قدامكم كنطالب منك وكنطلب منك قدام هاد الناس، قدري تخرجي تكذبيني. علاش كذبتي على المغاربه؟ علاش قلتي بانه انت تبرأتي وانت متهمه بثلاث تهم؟ ولكن عندها الحق في واحد الحاجه، قولوا لي شنو هي؟ ركزوا معايا الاخوان. الفنانة توبعت بست تهم، متابعة داروا لها ستة ديال التهم. أنا غنعطيهم لكم دابا في الورقة اللي فيها المتابعة اللي فيها الحكم. خليكم معايا مركزين وسطروا لي على هذه. هو دايرها من هنا، شتيها المتابعة تاهي. هي تم بنية بطمة تم متابعتها في الجرائم التالية.
انا غنقراها عليكم ركزوا معايا. هاد المستندات جابدهم انا من الملف وغادي نعطيكم رقم الملف وممكن تدخلوا محاكم .ma او محاكم موبيل او اي واحد يمشي للمحكمه في مراكش وغادي يحصلوا اللي بغى نسخه مرحبا، لانه انا ما نقدرش نغامر بسميتي ونحط شي محرر ماشي رسمي ونتحمل التبعات ديالو. لا انا نقول لكم دابا دنيا بطمه تم متابعتها، متابعه هذه غير متابعه، عاد نقول لكم التهم الاخرين. فهي شنو دارت؟ قطعت الحقيقه، قالت لكم ثلاثه التهم اللي طاحوا عليها اللي تبرأت منهم، ولكن تكملي كملي ما تكذبش على الناس وتردي انك راسك انت غتمشي بسبابي. انا اش دخلني انا؟ اش دخلني انا؟ التي تمت متابعتها او متابعتها بالجرائم، راه جريمه هذه. واش قريتوا الجرائم؟ المشار اولا المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال. ثانيا المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. ثالثا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعا وقائع أو بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. خامسا المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادسا التهديد. القانون تابعك بستة. لا لا القانون ما كاينين، راه نعطيهم لكم ونحطهم عندي سكرين في لاباج ديالي باش كل واحد يدخل يتأكد، وغنحطوا هذاك المحضر ديال الاستماع ونحطوا كل شيء. إذا قلت لكم ستة ديال التهم اللي تابعتها بهم المحكمة. انتهى هادشي الابتدائي، ولكن الاستنافي شنو داروا؟ حيدوا لها ثلاثة وبقوا عندها ثلاثة. أنا غنقول لكم بخشيبات، نقول لهم مبسطين باش يجوا ساهلين. حيدوا لها التهمة ديال المشاركة عمدا في عرقلة السير، قالوا لها أنت ما كتهكريش. قالوا لها أنت ما كتهكريش. حيدوا لها التهمة ديال التهكير باش نبسطوا، لأنه كاينين الناس ما غيفهموش هاد لي مو هادو، نسهلوهم. وحيدوا لها التهمة ديال أنها كتفتح الحساب من تليفونها، وحيدوا لها التهديد. ولكن شنو اللي بقى لها؟ ها هي التهم اللي ثابتة في حقها، وهي اللي بانت بها، وهي اللي في النقد رفضوا لها بهاد التهم هذي. أيدت هما التهم اللي تمت مؤاخذتها يعني داروها بها ومعاقبتها من اجل الجرائم التاليه. ها هما الجرائم اللي هادو اللي تحت، هادو اللي عندهم كلهم علاقه بالحساب، ماشي بسعيده شرف، كلهم عندهم علاقه بالحساب الاجرامي ماشي بسعيده شرف. داروا لها المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال. واش اخباركم انه راه كاين اكثر من 12 متهم كلهم داروا لهم نفس التهمه؟ علاش هاد الناس ما خرجوش كيضربوا في القضاء وكيقولوا لا حنا بريئين؟ علاش؟ وانتم نفس اعضاء كنتو، نفس المشاركه عندكم ونفس الشبكه. التهمه الاولى اللي ثابته بحقها اللي كاينه، وللاسف الفنانه اختارت انها ما تقولهاش وخبعتها. علاش تخبيها على الراي العام؟ كيما خرجتي قلتي لهم القانون صفني وبرأني من كذا وكذا، خرجي قول لهم راه اخذني بسبب هذا الحساب ماشي بسبب سعيده شرف. تم مؤاخذتك والمعاقبه من الجرائم التاليه: المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال. ثانيا بث وقائع كاذبه عن طريق النظام قصد المساس بالحياه، قصد المساس بالحياه الخاصه بالاشخاص بقصد التشهير بهم. التهمة الثالثة: المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. واش ما لاحظتوش دليل المشاركة المشاركة المشاركة؟ كل شيء هذا الشيء يعاقب عليه القانون كفعل الفاعل الأصلي. كيفاش غنخرج أنا نضرب في مؤسسة اللي فيها شحال من قاضي
والفرقه الوطنيه وانتم في نظركم شكون هو اكبر جهاز دابا ولا في العالم اللي كيفكك الشبكات الارهابيه؟ واش ماشي هو ديال المغرب؟ وانتم في نظركم انا ملي مشيت عند الفرقه الوطنيه ما لقيتش عندهم هذا الشيء، ما لقيتهمش عارفين فلان وفلان وفلان، انا لقيت عندهم كل شيء عندهم، هما غير بالمغربيه غير سارحين الحساب. وانا اول مره يمكن نقولها لكم، حمزه مومبيبي ليس شخص، حمزه مومبيبي هو حساب اجرامي افتراضي كانت فيه مجموعه من الناس اللي كيديروا تصفيات لحسابات شخصيه. اللي عنده مشكل معاك انت كيدخل يكتب، والدليل شنو هو؟ نعطيكم الدليل الاخر، قولوا لي واش كتبدل الكتابه مره ولا لا؟ واش كتبدل طريقه الكتابه ولا لا؟ مره كيهضر واحد مثقف، مره كيهضر واحد في نسم العيالات، مره كيهضر واحد ما نعرف اش، لانه حساب سناب ما كيتفتحش عندهم كاملين، كيدخل هذا وكيخرج هذا. ومخاليه سعيده ما نقدرش نسمي لا العصابه ما نقدرش نقول العصابه، قولوا لي علاش؟ لانه العصابه تكون في ملف جنائي، هذا ملف جنحي تلبسي، هذا الملف جنحي. اخباركم انا بسبب هذا الملف يمكن غناخذ دكتوره في القانون، حق الله يمكن غناخذ دكتوره في القانون. عادي الصبر مفتاح الفرج. لا فدابا وصلنا قلنا النقطة ديالها، اش مشيت معكم قلنا الشكاية كنتحداها أنها تخرج وتقول لكم بأنه درت عليها شكاية وتوليها لكم، وإلا كانت الشكاية كتنازل عليها ياك أنا من حد الساعة راني غادي نزيد لتنمو الرأي العام، عافاكم ركزوا معنا. والنقطة الثانية قلنا أنك قلتي ما بقاو عندك والو في التليفون، وريتكم الدليل ديال المحادثة والخبرة التقنية والعلمية من عند الشرطة الفرقة الوطنية اللي داروا على الهاتف ديالك والحساب ديالك، كنت حباك تكتبي محررات رسمية لأن غتولي حاجة أخرى. والنقطة الثالثة شنو هي؟ وهي كتقولي بأنك بريئة وكتشكري القضاء أنه برأك، شكرا مزيان ولكن كملي، ما تقوليش ويلو للمصلين وتقطعي، كملي. قلتي برأك من ثلاثة التهم، قولي لهم ثلاثة التهم الباقية، لأنه كان عندك ستة ديال التهم. قريتو. ها هو منطوق الحكم من الاستئناف، يعني هو الرسمي هو اللي كاين. منطوق الحكم، لا غنعطيهم بعدا التعليل. لا بغا التعليل، أنا دابا لا مزيان هذا بعد هذا اللي قال النقطة هذه مهمة جدا. القادم اللي كيعطي تهم اللي كيتعاقب عليها كيدير واحد التعليل، كيقول لكم ها علاش؟ أنا غنجبد لكم التعليل. لا تنعطيكم عفاكم التعليل. ها هو التعليل قدامي ومن المكتب، منطوق الحكم الجنائي، يا ربي منطوق الحكم سميتو استئنافي، منطوق الحكم الاستئنافي هذا مهم بزاف. درجة أولى قال لكم السي القاضي ماشي أنا، قال لكم وحيث إن المحكمة من خلال ما سطر أعلاه وبعد دراستها لأوراق الملف، مهم جدا هذا المنطوق عافاكم وهذا التعليل، قالوا تعليل السيد القاضي من بعد ما قال التهم، وحيث إن المحكمة من خلال ما سطر أعلاه وبعد دراستها لأوراق الملف ثبت لديها وتولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمتين بتأكيدهما تمهيديا وأمام النيابة العامة كذلك أمام السيد قاضي التحقيق تواصلهما مع مسير الحساب في العديد من المرات وكذلك مع المدعو أسامة العجمي التنسيق معه على مهاجمة وقرصنة وتدمير حساب كل من يسيء إليهما، ركزوا معايا هذا كلام السيد القاضي،
كونه يقوم بمهاجمة وفضح أسرار كل من يقوم بالإساءة إليها من خلال مده بمعلومات عنه، يعني كيعاونه بمده بالمعلومات عنه وعن حسابه، وهو ما تم مع كل من سعيد شرف حسميتي وسهام باتا وباقي الحسابات التي كانت تنتقد جميع أفراد عائلتهما، وإنهما لم تكن تمنعانهما من ذلك رغم علمهما به، بل أحيانا بمبادرة منهما، فضلا عن تأكيدهما أنهما على علم بأن على علم بأن عائشة عياش قرصنت حساب سهام باتا، كما المتهمة دنيا تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف بغض النظر عن من يرسل لمن، فإن مجرد التواصل معه بهذا الخصوص يجعل منها مشاركة لمسير الحساب أيا كانت هويته من خلال منحها إياه الحسابات الشخصية المشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكينه من العديد من المعلومات الشخصية والصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية للمشتكين، ساعده في قرصنة وتدمير حساباته الرقمية وإحداث خلل بها. سمعتوا التعليل يا الإخوان؟ هذا تعليل الحكم. هذا الشيء قالوا السيد القاضي ما درتوش سعيدة شرف، لأنه أنت خرجتي وقلتي لهم أنا درت عليها مؤامرة، قالت هذا الشيء ولا ما قالتوش؟ بغيت نسولك وقدام هاد الناس كتقولي درت عليها مؤامرة، واش في نظركم سعيدة فاشلة حياتها؟ علاش أنا ما خدامهاش؟ أنا راه من 2006 وأنا باقا الحمد لله من نعم الله ومن فضله ومن خير الله وخير هاد البلاد. الحمد لله كنحمد الله على نعمة الصحة، كنحمد الله على نعمة أولادي، كنحمد الله على نعمة الأمان اللي كنعيش فيه، وكنحمد الله على نعمة العمل ديالي اللي عايشة بيه بخير. المغربية أنا عايشة بخير، كل مهرجانات كنت فيها، الأعراس كنت فيها، الجالية المغربية أنا راه شتوني راه تبارك الله ما خليت حتى بلاد، فعلاش غادي ندير لك مؤامرة؟ علاش كتفكري هاد التفكير؟ أنت عندك لونك وأنا عندي لوني، بالرغم أنكم مازال كتشهروا بيا وكتقولوا فاعلة ودايرة ودايرة ومهرنيطة وما عرفتش كتقول أسماء كلها لقيتوا عليا، ومع ذلك ما كنتكلمش ساكتة وصابرة. بلاتي باقي واحد النقطة مهمة، نقطة مهمة وهي أخيرة، عافاكم النقطة المهمة والأخيرة في اللايف. أنا كنقول للعالم كامل لا لتسييس هاد القضية، قولوا لي علاش؟ لأنه في اللايف ديالها واش قالت لكم حيت غنيت في العيون وبالميم ولبست الملحفة ولأنه أنا غنيت في الصحراء فأنا تحاربت، قالت هاد الكلام ولا ما قالتوش؟ حشومة انتشروا بالقضية الأولى للشعب المغربي، القضية الأولى للمغاربة كاملين، شنو هي؟ قضية الصحراء المغربية، علاش دخلها في هذا الحساب؟ هذا راه عادي، هذا راه ملف بسيط، قولي شنو هو؟ جنحي تلبسي، ملف ديال حساب إجرامي، جبد الناس الفرقة الوطنية دارت الأبحاث، جبدوا فلان وفلان وفلان، طن طن تحاسب، صافي سالينا، علاش كتدخلوا القضية الوطنية؟ مجموعة كتقولي أنا غنيت ودرت ودرت، كلنا غنينا. وستاتي والداودي والداودية ونجات حتى بوها الزراية أكثر مني ومنها، جالوا العالم أكثر مني ومنها، سبقوني، ما كاينش شي فنان وما فيش روح الوطنية، ما كاينش شي فنان اللي ما فيش روح المغرب، الصحراء ديالنا كاملين، الوطن ديالنا كاملين، المغرب ديالنا كاملين، ما كنتاجروش فيه، كنتاجروش حنا بالقضية وكنرجعوها قضية سياسية. لا لتسييس القضية، نخليو اللي يسوى اللي ما يسواش يهضر فينا. علاش ضريني بهذا الكلام؟ لأنك تقولي لبست الملحفة، لطيفة لبست الملحفة، ابتسام لبست الملحفة، سلمى لبست الملحفة، كلهم لبسوا الملحفة. علاش أنتي؟ أنتي عندك مشكل معايا، ومن هذا المنبر كنقول لك العدو ديالك راه ماشي سعيدة شرف، العدو ديالك هو نفسك، العدو ديالك هما الناس والمحيط ديالك اللي
كيشوف فيك، لأنه أنا كيضرني خاطري، عندك صحاب كيعني فرحانة. هادشي أنا ما مفرحنيش. واش أنا أنت عندك أولاد أنا غيفرحني نشوف في السجن؟ أنا ما فرحاناش. أنا ما فرحاناش غنشوف كنتي في السجن كتقولي راه عندك أولاد، وأنا عندي أولاد وغنحس بك كأم. وليك الغلط راه كان ديالك. وكنت كنقول صحوة الضمير يا ربي هاد الله يكون فيه شي كلام زوين. تسنيتو بحالي بحال الناس. كنت كنقول غتكون صحوة الضمير غتخرج تعتذر. أقسم بجلال الرحمن نخرج أنا نطلب معاك. وخا درتي بلي هادشي كامل. أنا نخرج نطلب معاك. ولكن تخرجي. لا بلاتي ولكن تخرجي. وتضربي فيا. وتبيني لي انا بصوره خايبه عند المغاربه علاش شنو درت لك انا؟ انت ام انا ام، انت عندك امك وباك انا امك بميتين، الا بغينا ندخلوا، المغاربه حنان، المغاربه كيبقى فيهم الواحد وكيمشيو بالعاطفه والدموع، ولكن نكونوا واقعيين، ماشي انا نزين صورتي ونضربك انت، لا، خرجي وتستعطفي، ولكن خليني انا بعد ما تشدينيش، والقضاء اللي جرمك، ماشي سعيد الشرف، ونفسك اللي جرماتك، ماشي انا. والدلائل اللي لقاو عندك والخبرات والمحادثات واعترافاتكم ماشي سعيد الشرف. عطيوني انا جبدوا لي دليل واحد يلقاوني يلقاوني عمري جبدتها على فمي ولا عمري قلت فيها شي كلمه العيب ولا عمري جبدت شي فنان. وين غادي نتحاسب؟ خصني نقول رشيد الطلال، خصني نقول كذا، نقولوا مثلا حنا راه كنغنيو نفس اللون كنلبسوا نفس اللباس. وانا باقي كيتشهر بيا دابا معلوماتي الشخصيه محطوطه باقي ساكته. عباد الله راني ما دعيت حد، انا بحالي كنت كنتمنى الفنانه تخرج وتقول لهم انا بنتكم، انا غلط ما فيها باس، والاعتذار لغه الكبار ما فيها باس، اعتذري ما فيها باس، ما تعتذريش كاع من اعتذري غير من الناس، ولكن ما تخرجيش تخرجي عينيك وتقول لهم لا وتغدر لهم مغالطه وتحطي عليا انا الكبير ما غنقبلهاش. كنعتقد عطيتكم النقاط كاملة اللي شافت فيها وكنت واضحة ياك. فغنبداو الأسئلة عفاكم غير تنظيم الأسئلة. لعيب عبوس واخا قول قول السؤال. المشكل ديال حبسة وغير المشكل كيفاش كانت العلاقة ديالك بالفنانة؟ علاقتي بالفنانة ما كانتش كاع نهائيا، كنت عادي ما عمري تكلمت أنا وياها في التلفون. فقط ملي دارت على العيد هذا السبوع ديال بنتها عرضت جميع الفنانين وكل فات واحد الإعلامية اللي هي سلمى العمري وكل فات عرضت علينا في قصتي. فكرتوني هاد النقطة ديال شهادة السور. ياك قالت لكم أنا شكيت بها. واش قالت لكم شكيت بها ولا ما قالتهاش؟ واش عمركم شفتوا المشتكي كيكون شاهد؟ المشتكي لا يعد بشهادته، إذا ماشي أنا.